إذا رح نكون هلا معاكم مع الفن والغناء ورح نتعرف على فنان أردني من فترة زمنية طويلة بعالم الغناء وتقريبا من أربع سنوات قرر بأنه يطلق أغاني خاصة فيه، خلينا نتعرف أكثر على الفنان الأردني سامر العبد الله، أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وصباح الخير عليكم وعلى جميع مشاهدين قناة رؤيا، هاي القناة الحلوة وشكرا لكم على الاستضافه اهلا اهلا وسهلا فيك. فيك كنا عم نغني قبل شوي كنت عم بتغني لنا اغنيتك الجديده خطيره خطيره وهلا بس نسمعها منك بدنا نتعرف لما يسمعوها منك اللي عم أه. يحضرونا هذا الستايل الجديد اللي انت عمالك عم بتقدمه للاغنيه الاردنيه تفضل بس نبلش بصوتك سمعكم خطيره يلا يلا شفتها تخربط كياني حسيت اني واحد تاني سحرت الكل بحلاها خطيرة أنت خطيرة قلبي من شوق وتعبني انها ما تحبني بس أنا ماشي وراها خطيرة أنت خطيرة صوبت علي نظرة رمتني مصيود وقلبي هرب مني تركني وراح لهوا الناس تضحك علي غار منها محسود حبيبي قدامي بشر ولا ملاك حلو هاي حلو. كلمات صح. مين والحان ألحان مين آه. <تصفيق> <تصفيق> آه. كلمات والحان وتوزيع صديقي المبدع اكرم احمد كم مم. حلو تمام آه. طيب احكي لنا اذا هيك عن مسيرتك الفنيه وعن البدايات كيف دخلت بعالم الفن وهلا صرت يعني صارت بالنسبه اكثر الى كمهنه بالسنوات الاخيره اكثر ان صرت تطلع تطلق اغاني صارت في اغاني مم. خاصه فيك في البداية يعني في زي بداية كثير من الفنانين بالمدرسة كنا نغني اكتشفنا الموهبة انه والله صوته شوي حلو هيك بعديها بالجامعة كمان بعديها بلشت كهواية بحفلات خفيفة بسيطة مطاعم كافيهات كان شوي مجال عملي والمجال اللي بشتغل فيه مجال انساني كمان مع الاطفال والطفولة وال كان ماخذ من وقتي شوي لغاية سنة 2013 اطلقت اول عمل يعني قررت ابلش انه موضوع احترافي اكثر شوي م -م. لانه صار في حسيت انه في اهتمام من الناس صاروا ينظروا نظره حلوه للفنان الاردني م -م. صار في شوي دعم فقررت اني أخذ نوعا ما تصير مسيره احترافيه بالفن م -م. حلو. واطلقت اول عمل الي كانت اغنيه قدام جنبها م -م. كلمات والحان صديق الفنان محمد نابلسي م -م. وتوزيع اكرم احمد كم هاي امتى كانت اي سنه هاي 2013 13 قبل آه. اربع سنين يعني بلشت آه. بعديها اطلقنا اغنيه بومبو مم. برضو كلمات والحان وتوزيع اكرم احمد هو صديقي وانا كثير معجب بالستايلات اللي عم يعملها كميوزك وموسيقى بعديها عملنا انا هويته تعاونت فيها مع الاستاذ ماجد درجات حتى غنى معي مقطع صغير فيها كنت حاب انه يشارك معي فيها وكانت تجربه حلوه واخر شيء اطلقت خطيره حلو طيب شو بتحب احنا بدينا باخر اغنيه اطلقتها شو بتحب تسمعنا من اللي قبل مثلا عندي بومبو يلا اسمها غريب <applause> ليه اسمها بومبو والله هي بومبو يمكن الاسم بيلفت النظر أها. بومبو بس <applause> هي شو معناها اكون صريح معك والله ما بعرف شو معناها <تصفيق> 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 طب يلا بومبو اشكي اه قلبي اه هذا حبيبي تعب لقلبي معاه يتعبني يعذبني يضحك على قلبي يبتسم امشي وراه وينساني ويتركني ويرميني وضل وحيد يرجع لي دم ويقول لي نبدا جديد لا حبيبي بومبو لا يا قلبي فكري عقلي قلبي روحي نبضي كلهم وراك انا وريك بومبو راح اربيك ابعد انسى وانا بكسى خليك تتلفت وراك يا عيني <applause> جد ستايل هاي متحلفلها على الاخر <applause> او متحلف له كمان <applause> لا مش متحلف هي بس مجرد انه حبينا انه نحكي انه الكلام لهجتنا الاردنيه بنقدر نطوعها بقوالب موسيقيه طبعا لا صراحه كثير حلو اللون يعني اللي عم بتقدمه وبحسها برضه انه ايقاعها كثير حلو عم بيكون اه طب ايش اللي بتحس حالك انه بيميز سامر العبد الله يعني بشو بتشوف حالك انه هاي هويتك عم تتميز اكثر فيها عن غيرك مثلا والله هو ما شاء الله يعني بلدنا فيها كثير فنانين واصوات رائعه جدا بقدرش احكي اسم بخاف يزعلوا مني كلهم اصحاب لا انت بحب. كشخص ايش بيميزك بس انا تخلنا. كسامر العبد الله بدور على على هويه معينه الي انا مم. الاغاني اللي بختارها في نوع الموسيقى اللي عم نختارها آه برضو قريبا راح يكون زي ما حكيت لك عندي عمل جديد مم. مم. آه كلمات وألحان الاستاذ ماجد زرقات توزيع اكرم احمد كيم برضو مم. وفي بعدي عم بلشنا نحضر مع الشاعر اسكندر بيطار كمان صديقنا وحبيبنا نوجه لهم تحيه كلياتهم مم. و فبحاول اني اعمل هويه موسيقيه جديده م. ادخل منها على سوق الفن والمجال الاردني وحتى عربيا كمان يعني حلو. حلو بحب اسمع منك من اخر عمل عم تشتغله مع ماجد الزريقات وطني ولا لا والله مش وطني بصراحه آه. <applause> هو حاليا انا لا إذا ما بدك تحكي فيه تم التوقيع مع شركه وقالوا التكتم شد شديد لأنه هي مبنيه على كلمه الأغنيه آخر. كلمه واحده اه مرات الكلمه مبنيه <applause> عليها إذا حكيت الكلمه هاي راحت <تصفيق> راحت <تصفيق> آه آه لا أكيد احنا ما يعني. عم نشتغل فيها عم نشتغل عليها إن شاء الله بتمنى لتبقى. لك التوفيق طيب شو كمان تقدر تسمعنا؟ أنا حابب الستايل حاسسته مختلف كثير عن الأشياء اللي بنسمعها وبالفعل مم. يعني حتى لو انه بدون موسيقى وبصوتك مبين إنه مختلف، شو بتحب تسمعنا؟ راح أسمعكم أنا هويته برضه من اغانيك طبعا هاي اغنيه وكلماته الحان ماجد زرقات وشاركنا الغناء فيها. حلو مم. يلا انا هويت الاسمار انا هويت الاسمار عمري ما كنت هاوي ولا على الحب ناوي وما قلبي ما قلبي مش لاقي مكانه حر دربي حار دربي كله علشانه مال قلبي مال قلبي مش لاقي مكانه حار دربي حار دربي كله على شانو دار الهوى بيا مكاني بالنية وقعني وقعني وما سماش علي كثير حلو مميز صوتك، طيب بموضوع الاغاني الوطنيه قدمت اي من الاغاني الوطنيه من اغانيك؟ اه طبعا قدمت عمل باسمه اسمه بشماغك مع مم. الاستاذ المنتج والشاعر حازم العساف بنوجه له تحيه وتوزيع سيف هي كان عمل وطني وحبينا نعمله برضه ب يكون ستايله ناعم هيك رايق شوي وبماشي نوعيه الاغاني الوطنيه اللي ممكن نتقبلها هون حلو حلو طب بنحب نسمع الاغنيه الوطنيه اللي هد سمعنا اياها هيك هسه هدب شماغك هدب يا اردوني ولوح بيه ولوح بشماغك لوح ولا كل العالم وري يا اردوني يلا غنوا معانا غنوا يا اردوني يلا غنوا معانا غنوا كلنا نهتف بعلى صوت والأردن والله نحبه، وكلنا نهتف بأعلى صوت الأردن والله نحبه وكلنا نهتف بعلى صوت الاردن والله نحبه انا كثير مبسوطة إنك أنت جيت عندنا اليوم، لأنه عن حاسة لازم يعني الناس تعرف عنك أكثر، صح. بالفعل <applause> صوتك كثير حلو والستايل اللي عم بتقدمه مختلف وكيف لازم نشوفك أكثر؟ <applause> إن شاء الله زي ما حكيت لك يعني أنا عندي خلال يمكن اسبوع عشر ايام آه. راح تنزل الاغنيه الجديده وبرضه كل اغنيه انا عملتها لها طبيعه موسيقيه وقالب موسيقي جديد غير <applause> عن اللي الجاب... قبلها يعني ما ما حاولت اني اعمل نفس الشيء نفس الموسيقى يعني. في الك مشاركه باي حفلات او مهرجانات عم بتصير هلا مثلا بالاردن والله او بالخارج؟ مهرجانات لا كمهرجانات مهم. بس حفلات خاصه كذا عملت مثلا في لي حفلات بمصر بصراحه عملت حفلتين حلو. لا حلو احنا بنتمنى اه لك التوفيق من لما خلص قررت انك تحترف الفن بعتقد انه كان خيار صائب جدا <تصفيق> ونحن <applause> كثير سعداء بوجودك معنا ونتمنى وبنتمنى يعني دائما نشوفك منطلق ومبدع ايضا لحتى يرن اسمك اكثر واكثر سابر سامر العبد الله شكرا, شكرا, شكرا لك نتمنى لك كل التوفيق شكرا للضيوف الحلوه وشكرا لقناه رؤية اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك شكرا. شكرا.